عمر مرحبا بك معنا في ليميسيون توا اي موا. بارك الله فيك. عمر الياس ديزيدروس، قبل ما نهضروا على الاعمال ديالك الفنيه نعاودوا نرجعوا للباركور ديالك. كبرتي في درب سلطان، عاودينا كيفاش كبرتي، شنو هما لي سوفنير ديالك في كازا حيت دابا انت عايش في لندن، وعاودنا لي ديبي ديالك في الغاب. اول حاجه شكرا على الاستضافه. عمر سويلي، كبرت في درب سلطان كما قلتي، بالضبط في حي بن المدون. طفولة عادية زعما ديال أي واحد كبر في حي شعبي، المدارس الحكومية، الزنقة بالعشية، الرسوم، فهمتيني. دونك الانسبيراسيون كتجي من داك المحيط اللي كتكبر فيه. الراب اون بارتيكولي بدا معايا في لاج ديال 12-13 عام، بديت كنسمع ليه فاش بديت كنميز شنو هي الموسيقى اللي تعجبني. الراب عجبني اون بارتيكولي، دونك بقيت كنسمع ليه بزاف. بديت بدي زارتيست اللي كانوا ديك الساعه في التلفازه، وميم طون كانوا شي دراري كيجيو من برا كيجيبوا معاهم لي كاسيت لي سي دي ولعيبات، دونك كنا كنصنتو لهم بزاف، مي غالبا فهمتيني غير الراب ديال الامريكان. ابري الفكره ديال الكتابه، هذيك حاجه اخرى، هذيك بدات شويه مع الطلاع. حتى درت شي 17 عام ولا بحال هكا 17 عام في 2007 جاو عندي شي دراري في الدرب، بيسكو انا كنت كنلبس بحال هكا هيب هوب وكذا، هما كانوا كيصحابوني كرابي وانا كنت كنلبس غير هيك، كان عزيز عليا فوالا، كان عزيز عليا اللبس. هما جاو عندي قالوا لي واش ترابي معنا، هادي حنا دايرين جروب ديجا، دخل معنا. دونك مشيت دخلت معاهم، داكشي كان بدائي، كنا كنتلاقاو جوج مرات ثلاثه في السيمانه. فين كنت تسجلوا؟ الزنقه متسجل ديك الساعه، ما كانش ديك الساعه، كنا كنحلموا ديك الساعه باش نسجلوا. كنا كنتلاقاو غير في الزنقه بحال هكا كنرابي، واللي عنده شي حاجه تيقولها. مثلا لي زانسترو ديك الساعه ما كانش عندنا فين غادي نتلقاوهم، كان كيجي واحد الدريب ام بي 3 وكنسمعوا من عنده غير باش نعقلوا على الريتم، وكنمشيو عاوتاني 3 ايام 4 ايام كنكتبوا على داك الريتم وكنرجعوا عاوتاني كنبداو نعرضوا بحال المحفوظات. مي ايبوك تحكينا فيها، والحمد لله بشويه بشويه تلاقينا مع ناس، وناس تلاقاو عاوتاني تلاقاونا مع ناس اخرين، حتى دخلنا لي ستوديو بدينا كنسجلوا داكشي بازيك بزاف. حتى 2010 فاش تلاقيت مع دي جي كي عن طريق سيمو دي جي صاحبي سيم اتش، هو اللي كان ديك الساعه كيعرف دي جي كي، وتلاقيت معاه. دي جي كي سمع داكشي اللي عندي عجبو، قال لي نخدموا انا وياك شي كليب، وخدمنا الكليب ديال كازافوني اللي تلاح في 2011، اللي هو كان البدايه الاوفيسيال ديالي. بالنسبه لي هو لو مومون تي ديال لاكارير ديالي، لان خدمتي عليه 100% داك لو خدمت عليه الديسك، خدمت عليه انا الانسترو كومبوزيتو انا في الدار، ماتيريال عادي، تسجال ستي. كنا في الاول سجلنا فيرسيون عاديه غير باش نتورنيو بها الكليب. ابري فاش تلاقينا خالد دواش، لقاني مع ماستر فلو، وخدمنا في استوديو اللي مزيان، والحمد لله الكليب ملي خرج حنا ما كناش عارفين غادي يلقى داك السوكسي، مي الحمد لله وصلنا حتى لهنايا. الوغ عمر، عندك واحد لا فوا اللي هي ريكونيسابل، يعني باغمي بزاف ديال لي فوا كنعرفوا لا فوا ديالك، واش هاد لا فوا هي ديما وهي عندك، ولا انت اللي خدمتي عليها وكتلعب عليها شويه بحال هكا؟ ناتشورال، هادوك الحوايج كيجيو من عند الله، ما تقدرش تخدم عليهم. لا فوا ديالك هي لا فوا ديالك. دابا حنا في الدار حنا كاملين عندنا لا فوا بحال هكا، عندك الوالد، عندي خويا الكبير اللي دايوغ حتى هو في التلفازه، جورناليست ديال السبور يوسف سهيلي، حتى هو لا فوا ديالو، حتى هو بعض المرات يكون تيهضر في التلفازه كيصحابو راه هو انا. خويا الصغير حتى هو طالع عنده 14 عام، حتى هو نفس دونك سي فامي، دونك جات من عند الله الحمد لله. خديتي دي كور ولا عاونك شي واحد وقف معاك شي واحد فريمون؟ ولا تبغيت ندير دي كور ديال الموسيقى، بديت فيهم اون فيت في جو بونس 2011، بديت كندير سولفاج. ما ابري لقيت بلي داكشي اللي تندير اللي هو الراب كيجي ناتورال، ولا بغيت الا بغيت نبدا بحال قلتي نبدا نكاتيغوريزيه ولا نبدا نقادو، بدا ياثر لي على الكرياتيف، ونيفو كرياتيف خصك تكون اوفير بزاف. الا بقيتي خدام بلا تيوري بزاف، عاوتاني كتبدا تحد براسك. دونك خليت داكشي ناتورال، ما عندي زعما شي كونيسونس في الموسيقى ولا كنلعب شي انسترومون ولا شي حاجه. داكشي الناس ديال الراب
غيفهموا كيفاش كتصايب موسيقى، كتصايب غير بالفيلينغ، غير كيفاش كتحس بها، كيفاش كتسمعها. والدراري اللي تيكونوا معاك في الاستوديو فاش تيسمعوا داك الشيء، سواء كيعجبهم سواء ما كيعجبهمش، كيبداو يعطيوك الاراء ديالهم، هذه من الاحسن تبدلها، هذه من الاحسن تخليها. وصافا الحمد لله جاب الله تيسير. يعني حنا في المغرب مثلا، واش كتظن بان الغاب عنده شي مستقبل؟ حيت بزاف الناس عندهم شي فكره على الغاب وما عارفينوش شنو هو، كيقول لك غير كاين غير تخسر الهضره، في غير المعيور والتخربيق، راه ماشي موسيقى. شنو كتقول انت لهاد الناس؟ الراب هو واحد النوع ديال الموسيقى بحالو بحال كاع الانواع الاخرين، فيه المزيان وفيه اللي شويه ماشي مزيان وفيه اللي خايب عاوتاني، وكل وكيفاش كيشوفوا. انا بالنسبه لي الراب هو واحد المتنفس بالنسبه لي بيرسونالمون، كنديرو غير حيت عزيز عليا. ما عمرني ما درت الراب باش نوصل به شي حاجه، ولا حيت شفت شي واحد وصل لشي بلاصه وقلت انا غادي نمشي نوصل لها ولا شي حاجه. الحمد لله كل شيء جا في لا كارير ديالي، كل شيء جا بوحدو، حتى حاجه ما بلانيت ليها. كما قلت لك قبيله فاش لحنا الكليب ديال كازافونيا ولا اي اغنيه تلوحه، بيسكو ما كايناش اندستري قائمه بداتها ديال الراب في المغرب، ما تقدرش تخيل اشنو غادي يطرى ملي غادي تلوح المورسو. تقدر تخدم على شي مورسو مزيان وتخسر عليه فلوس ووقت ومجهود وتلوحو ويدوز ان ابيرسو، وتقدر واحد الحاجه اللي صايبتها بالزربه في الدار وقلتي غادي نلوحها، غادي نشد بها السون، وتقدر هي اللي غادي تعطيك داك السكسي اللي كتقلب عليه. بحال تنخدموا على الله، فهمتيني؟ داك الشيء على الله وعندنا حنايا، ماشي بحال مثلا شنو غنقولوا مثلا في البوب ولا مثلا في الشعبيه ولا شي حاجه. كاين لابيل اللي كيخسر عليك واحد القدر ديال الفلوس في لابرومو، كيعيطوا للتلفازه، كيعيطوا للراديو، كذا كذا كذا. دونك عندهم واحد المينيموم كارونتي ديال داك الشيء اللي غيرجعوه. اما حنا كنخسروا في الفلوس وما تنعرفوش واش ديك الفلوس غادي ترجع، وكنخسروا في الوقت وفي المجهود. اغلبيه الدراري تيخدموا بحال هكا، ما عندكش ديك لا غارونتي ديال غترجع او موان داك الكابيتال اللي خسرتي. داكشي علاش مشيتي لوندغ؟ لا لوندغ سي ابار، لوندغ مشيت ليه بور دي ريزون فاميليال، مي او ميم طون كملت في الموسيقى تما، لان لوندغ فيها بزاف ديال لوبورتينيتي. شنو كدير دابا تما؟ كندير بزاف ديال الحوايج. لوندغ فيها بزاف ما يدار. كنخدم بزاف ديال الخدامي. الخدمه البرانسيبال ديالي هي كنقري الدارجه والعربيه، او ميم طون العربيه لغه كلاسيك. وكندير لعيبات اخرين في الخفاء، او ميم طون كندير موسيقى. كيفاش عشتي داك لا ترانزيسيون ديال بريكسيت؟ هي لندن واحد المدينه اللي عجبتني انا، ما دايرش بزاف في العالم، ولكن لندن باش عجبتني فيها واحد لا ميكسيتي اللي كبيره بزاف. اول حاجه كتلاحظها تما هي الناس ميكس بزاف، كتلقى الناس لي زافريكان، كتلقى لي زازياتي، كتلقى الناس من الكاريبي، كلشي متعايش مع بعضياتو. دونك هذيك ليماج ديال بريكسيت سي فريمون ماشي عند الناس، غير عند هذوك المسؤولين وفي البرلمان ديالهم وداك الشيء كامل، لان بوغ دي ريزون ايكونوميك تيقول لك لا حكا راه لي زيميغري كيجيو كيديو لنا فلوسنا، هادو ما تيخلصوش لا تاكس بحال لي سيتوان وداك الشيء كامل. صراحة الحياه ما تبدلاتش بزاف، مي الحاجه اللي تبدلات هي اونيفو ديال الاوراق باغ اكزومبل. هو انا كنت حصلت في هذيك الوقيته اللي فريمون طرا في هذاك الشيء، وكنت يلاه وصلت ودفعت لا ريزيدونس ديالي، وبقى داك الشيء معطل واحد 8 موا وانا كنتسنى حيدوا لي باسبور، ما قدرت نرجع هنا، ما قدرت نخدم، ما قدرت ندير شي حاجه، وقلت فريمون غادي يقول لي تهلا بحالك. كنتي في ذاك المرحله، في هذاك لو مومون اللي طرا فيه كل شيء. مي الحمد لله هذيك لا بروسيدور خدات وقت، فيو كو كان عندهم هذاك الصداع، ما بري صافي خرجوا لي الاوراق. مي سينو اش نقول لك، كيما قلت لك لندن فيها لي زوبورتونيتي بزاف، ما كرهناش والله. ما كنكون مريح مثلا، غنعطيك غير واحد ليستوار صغيره، كنكون مريح مثلا مع الناس من تما فاش يعرفوني مغربي، تيسولوني على المغرب، تيقولوا لي مثلا كيفاش القضيه تما، الناس واش خدامين كذا، وتنبغي نقول راه فهمتيني، كنبغي نجبد الحوايج زوينين في البلاد، ابار اتاي والكسكسو وداكشي اللي تيعرفوه هما والجمل والطنجيه وداكشي. مي فريمون كيبقى فيا الحال، لان ما كتلقاش شنو تقول، لان شحال من لعيبه نقدروا غير بيناتنا نصلحوها وفهمتيني، بلا ما نتسناو مثلا المسؤولين وكذا، قدر غير الناس ما بيناتهم الشعب يتاورغانيزا ويصلحوا شي لعيبات اللي ساهلين مثلا. بحال شنو من الحوايج اللي كيعصبوني؟ مثلا غير انا الحوايج اللي تيعصبوني فاش كنجي دابا، ملي بديت كنجي للمغرب كتعصبني النظافه، النظافه ما كايناش، او موا بعدا في كازا ما كايناش، السيركيلاسيون في الطريق
صداع الراس راه اي واحد يوصل. جيتي عندي راه ساعه ديال الطريقه باش نجي عندك، التراجي ديال 10 دقائق. والناس ما بيناتهم غير يضحكوا. دابا مثلا تما فاش كتمشي تقدر اي واحد في الزنقه غير طاحت عينك في عينيك الابتسام، هو دي راه نورمالمون عندنا في الدين، راه التبسم كان في وجه اخيك صدقه، وحنا ما عندناش هذه. فيما كتخرج كتلقى من الندير، هذا مغوبش، هذا ما عامش يدوي، هذا باقي ما كاميش، هذا باقي ما فاطرش، هذا باقي ما شاربش القهوه. وهاد العيبات كيعاونوا كتخلي ليسبري الجو ديال المجتمع بيس. وفاش كتكون بيس كتقدر تخدم، وكتقدر الانرجي ديالك كتطلع. نهضروا شويه على الاعمال ديالك. شنو الجديد ديالك؟ هاد الساعه غادي نرجع ان شاء الله لوند لا سيمين بروشين، وخدامين في جوج ديال الافلام القصيره ديال كور متراج. لان انا في هاد الوقت خدام في الالبوم ديالي، وهذاك الالبوم غادي نخرجو على شكل افلام، لان الالبوم سميتو افلام. وي ديرني وهذوك لي شونسون اللي غادي يكونوا فيه بلاص ما غندير لهم كليبات، غادي نخرجهم افلام، غادي يكونوا ديكور متراج ديال مثلا 10 12 دقيقه، وكل واحد فيه مثلا جوج حتى ثلاثه ديال لي مورسو ديال لي شونسون دي فهمتيني، مقاطع من، ولكن هذاك الشيء كامل كيدخل في القصه ديال هذاك الفيلم، وكل فيلم ما عنده حتى علاقه بالفيلم الاخر. وغادي يكونوا خمسه الافلام، وكل فيلم على السميه ديال الافلام، دونك واحد سميتو ا، واحد سميتو اف، واحد سميتو ال. كاين شي ناس كتجيهم فيك العياقه شويه، غير ما تيعرفوش لا بيرسون، زعما ما عندهمش الكونتاكت. سي دي بريجوجي، ما تقدرش تقول للناس كيفاش يفكروا فيك. فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا التلفازه ولا يوتيوب، سي اون ايماج، هذيك ماشي الحقيقه. دابا فاش بغيت دابا نجي عندك الانترفيو، لبست وتقاديت مزيان وجيت موجد الهضره، واخا طبيعي ولكن الهضره كاينه في راسي. مي فاش كيتلاقاو معاك الناس في الزنقه كتكون على طبيعتك، والناس اللي تيتلاقاو معايا في الزنقه غالبا تيقولوا لي نفس القضيه، تيقولوا لي الصاد انت راه كنتي كتبان لنا في واحد، كنتي كتبان لنا هكا، ودابا فاش تلاقينا معاك وليتي كتبان لنا واحد اخر. مي لي بريجوجي الصراحه تعلمت انني نتعايش معاهم، وكنظن ان الدراري كاملين اللي ماشي غير لي رابور، اي واحد كيحط راسو في واحد الموقف اللي كيبداو الناس كيتفرجوا فيه، سواء في يوتيوب ولا مثلا لي بودكاستور وداك الشيء، خصو يتسنى ان الناس غادي كريتيكيو، وخصو يكون عنده كما كنقولوا قشابه واحد. شكرا بزاف عمر على هذا قبول الدعوه ديالنا. شكرا راه ليا. نضرب هذا العصير دابا بيان سور، كاين هذيك صحيح.